بغيتش ننفخ صدري بحال هكا من حقي ننفخ صدري، ولكن انا ما ننفخوش. هانت فهمت، ما نفختش صدري حيت هادشي اللي كنديرو ماشي عادي، والله ما عادي. هاد الجهد اللي كنبذلو باش نرسمو الضحكه على الوجوه ديالكم ماشي عادي. الحمد لله يا ربي الذي اعطيتنا القوه. سير اخويا اوني لا بور فير لي بيت. زوج الدراري السلام عليكم، بلاتي نحك الدراري. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير زي ما قلت في هذا الفيديو. مرحبا بكم في نهار جديد، انرجي جديده ورياكسيون جديده، احسن رياكسيون في مجره درب التبانه. حلقه جوج عطانا اللايكات بالرجوله باش نزيدو نكملوا في هذا الشيء. هذا ما كان، شوف لي حل اشوف كامل الدراري. ما تنساوش لي لايك، كثروا من لي لايك، كثروا من لي لايك مزيان، فهمتي؟ كثروا من لي لايك، شفتي الفيديو كثر اللايك. سر على الله اخويا دخل باش لا انترو، فهمتي؟ ما تقدر لا انترو لا والو، ما تعدلش والو، ما تعدلش صافي. لا فيديوهات بلا انترو اللي ندير لا انترو صافي. الناس عاجبهم هادشي هكا، حنا غنبقاو نديرو الانترو والمونتاج والو، زعما حنا ما عرفناش شنو كنصنعو في المونتاج. يلا الرجال باش خلي داكشي هو هذاك، ما تقطع ما والو. سيبتي العزيز سيبتي العزيز عاد درنا البارح، الا داروا لايك نعطيوهم سيبتي العزيز فوقاش هادشي ونشوفو ان شاء الله اقرب وقت ممكن. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بكم مدمازيل. هادو كاملين جايين عند الشوافه. الشوافه. صباح الخير اسبوعي. صباح الخير سيدي خويا. قول لي شكون الاول؟ لا ما فما حد احد الاول، هذا من الكل جاو لخطي جنات. هذا من الكل جاو لخطك جنات؟ يخلي زروسك وزروسها ان شاء الله. ما فما حتى حد ليا انا؟ لا واد. اسمع نقول لك انت، لو كان يجي نهار ونولي نمر بالتابعه، راهو جرتك انت. انا شو دخلني سيدي خويا؟ كي ترى مشينا انا خدك جنات ونقول له خويا ما زرلوش شخص معك الصالح. تخيل دابا هذا كابيني كاري وما كيجيك حتى كلي تاكلي وي فهمتي، كتخلص الخوك، كتخلص الكرا، الكرا ديال الخوك والكرا ديال خوك. تسقط تسقط يا زلمة الضمير نتاعك. ما يا مدموزيل انت من فضلك نحي ساخن فوق الطاوله شويه احترام في كابينيه راكوني كجا الدنيا دنيا هذوما راهم بالصف عليا انا ماشي للعرافه كيحشيو الهضره مش عواجز هذايا مش دمار ازرق لا لا عاد سيدي خويا مش عواجز هذايا ربي يعينها الحق نتاع ربي راهو خدك جنات خدامه راهو يدها جمت الماء كي لا خلات عاقر ما جابتش صغير لا خلات بايره ما عرستش تبارك الله عليها بالحق راهو سيدي خويا ضربه ضربه خدك جنات بالله اي بالله بالله ما يزيدش هي مسرعه عندها سلعه زدتي تعملها في الببليسيتي كيدير لها الايشه الماركتي كيطلع عليها الاسهم كيزيدي بون هاني في بيرويا تفضل تفضل مرحبا بك اقعد مدام اميل تفضل لانا باش تقابلك ويا الصف يا على بخا انتوما البنات تو سويت ابخي ما تقلقوش صافي هادي هادي داكشي اللي درنا انا وهاد الشخص هذا وراه قلت لك هي صاحبي اللي درنا قلت لك هي لا صاحبي واخا قلتي هي ولكن انت داز قلت لك هي غنديرو ما قلتلكش هي نرجعو للفار قلتي نرجعو للفار نلقاو بان حتى انا قلت لك هي من بعد انت قلتي لي نسخات راسا ولكن من بعد لا لا صافي صافي هي صافي باش كيعطي الخطر راه ما يمكنلكش ترجع فيه ما قلتي نسخات راه ما مكنتش ولكن ما جابش ما رضاش غندير لك الشوه كل فيديو نقول فين ما تبان هادي فين ما تبان يا ربي ما تقعش خير دكتور ان شاء الله ما قلقنيكش لا با دي تو ما قلقتونيش لا لا الدراري واحد المرات خاطرنا على الدراجي وجبت لا العصا لا 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 واخاك هذيك حيت بقيت في الامر ديالي لا بغيتي تفديها لا لا ما بغيت نفديها بغيتي تفديها بقيتي شاد الصحيح لا ما شديتش الصحيح هذه شفتها قلت لك شديتها الصحيح والضعيف انت داركم تفضل ممكن تخلوش عندي يعجبك توا هكا قاعد تشوف في الخنار الخنا عجبو الحال الحال يبقى حدا التيتيز شفتك فاش تدفينس كيهبر عليه او رونديفو وقتها عندي ما عندك ساعه رونديفو او رونديفو وقتها عندي بعد ساعه اول ما خبر رونديفو واحد جديد اول مره يجي باهي ربي سامحني تفضل نجم نسالك تفضل اجي تتعرف كي خالتي جناته يقول لهم اه شنو انا عرف عرف انا عندي هيا نتاع عراف قله الحياء سم قلوا انا عراف باش يدخلوا عندي يا اخي شبيه الراجل يدوز لهم على عقله في مخو لا لا ما مسوش في خشمه اما راهو شويه اتهنى البوست في المكتوب الكارتة ما تكذبش يا اخي دبرت على البوست يا
الكارطة وكذا. أوه مدام أمال وينك وينك؟ عندك مديدة ما طليتش. مديدة. ما تقوليش وليت تمشي تشوف عند حد. دابا هذا هو المشكل اللي مازال ما تعالجش كامل في الوطن العربي. شنو؟ ديال الشوافة وكذا. ما بقاش كيما شحال ولكن مازال شوية. مازال. ما مازال كاين. مازال غير. ما بقاش باين بداك. ولكن مازال الناس كيسالوا. الجينيراسيون وعاد شوية ديال اللي طالع. الجينيراسيون الجديدة وعاد وزملاء. لا الوعي كيهبل. انت خليتيني نبقى نقول شي هضره ماشي هذيك. راه فهمتي دابا حنايا هاد الجينيراسيون اللي طلعت واعيه ولكن في نفس الوقت دابا صعيب تلقى بهاد مش عند العراف واخا كاينين ولكن قليل. كتلقاه ما مشاش عند العراف ولكن كيمشي للبار. ايوا راه كيف كيف. ايوا راه هي هي. كيحيد داكشي. شنو شرب وش يطرد الريح شنو كيدير راسي. كتمشي للبار. سير عند الشوافه ولا فهمتي راه بحال بحال. كتمشي للبار. سير اخويا بعد من الله يسهل عليك. سامشي شنو عندك البلايص انا كنمشي للبار ديالي هو لا سال دو سبور والمسجد تقبل الله منا ومنكم. اجيال. واجيال القهيب. صافي حياتي مفهومه. مفهومه الحياه ديالي واضحه. اما لي بواط دو نوي داكشي ما لي بواط دو ماتان وكنصحكم الشباب فهمتي ايفيتي حيدوا داكشي شي بار تونس مزيان نجيو له الحمامات اخر وانا نعطي الثقه في حد اخر غيرك انت باهي قهوه كالعاده وي افيك بليزيا مع شويه حليب كنجيب لهم قهوه نقصد تحب نشوف لك في الفنجان ولا في الكارطه اللي تراه عرفت كيفاش نشوفو في الفنجان ونزيدو نثبتو في الكارطه عرفت تفضل لا كتثبت كتخدم بدو تكنيك قهوه الزعتر والنحاس قول لي وي اللي خرج توا مش سي لا 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 ما تحرجنيش يا مدى ماك تعرف سر المهنه سر المهنه وانت منين تعرفه شنو منين نعرفه انت ما هو تجارتي تسكن مقابل درب راجل بنت اخته ويلي ويلي العيالات جبت لك الشبه واللبه وضرب الكلبه مش تعري تزنوت قوتي العيالات شرب من البارد يضرك شرب من السخون يضرك عندك حبوب فكرك امي فضيله قوتي زيد تشرح لهم زيد جبت لك الشبه واللبه وزغب الكلبه تشرب من البارد يضرك شرب السخون يضرك عندك حبوب فكرك صافي صافي سالي صافي هذه كدير لك سميتو كدير لك الماء في الركاب هذه كتحيد لك التبعه تحيد لك الحايه ياسر بينا اليوم يعطيك الصحه انت تظهر لك حاجه كبيره لو كان جيت كل يوم تقوم وطيب القهوه انت زاده تنجم تجيبها برا نقولوا بينا حشات لها الهضره واه شنو قالت لنا ما جريش قالت لها خضر قعدت صوبي القهوه تنسي مره وجوج هذه ديما كتخ ديما انت تظهر لك حاجه كبيره لو كان جيت كل يوم تقوم وطيب القهوه انت زاده تنجم تجيبها راه عندها الحق برا نقولوا بنينه اياه شتقصد امي فضيله يا اخي قبل ما تجي انت تسكن بحذينا شكون اللي كان يطيب ويصنف شيش كطيب شكون انت ما كنتي كانت سكت الصغير واو 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 ولدك واو واو واو. كانت ليك تسيله حتى الكوجينه واو 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 على ما كانوا يلحسوا لصحنه والتناجر كنت نشللهم ونخليهم يستقطروا من غير رغوه واو واو فكره في غسل الميع اما سامحني بنيتي عمري ما شفتك الطيب باش نجم نحكم كملت قهوه ديال الهضره تعرفش كيفاش اليوم مانيش ماشيه للبوتيك اتا نمشي نكلم الطفله وبعديش ندخل الكوجينه نطيب الفطور واو 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 اتا وتذوق وتحكم اياه باش عرفتوا غسحرق الماكله اياه غير باش عرفتوا غسحرق الماكله الشاب هذا هو اللي سقاتلو هذا هو اللي سقاتلو هذا هو اللي مستافد مستافد الماتش يعطيكو يعطيك يا شخمك قداش نعمل اسمع اسمع انت معارس ولا عازب علاش عازب عندك باش تخدم الشلبيه زعما ما مصوقاش مصوقاش الكاريزما الحيبه الوجود الحضور كتكيف زعما على بلاش بالسبوع طلق عليكم انا كنت في بليده ضر النصر في السبيطار تي بالحق ابا سيدي خويا سيد صحيح باش نخدم مع دورته بريفي بصراحه بدلت وندم هبو مش قال البريفي خلاص خير تي داكوردو ما حصر على السبيطار كنا مدلين راه في السبيطار تعرف كيحشي الهضره للفرمليه تحيه لكاع الفرمليات في العالم تحيه لصحاب دانون فرميات ما الذي بينكم وبين الضانونات ديال المرضى شنو زعما كيجيكم بنان واش كيجيكم بنان هذا المخرج خصنا نزيدو على جعفر قاسم ديال تا هو كيحكي الهضره فهمتي كاين بزاف المخرجين بحال وعندنا عاوتاني هنا سعيد النصر
عقلتي لي السيتكوم ديال سعيد النصير هو مالك حشيه الله داكشي علاش حاربوه وياه تهيدا كوردو ما يحصر على السبيطار كنا مفرحين تعرف 10 في البلاير كله بري تيوب الطب ويخافوا منا في اسمع حتى المدير بدا يقدر فينا هما البريفي خويا ياسر عاد الدرك ياسر فما فلوس دا كوردو ما مسربسينها تنفس ليه ما عندناش العقل نرقدوا نقيلوا وقت الخدمه ما عندهمش الحق في البريفي قيلوا وقت دابا الدراري واش بالله عليكم كتقولوا لنا هاد في غير فهموا يتوانس واش صحابكم حنا جايين من تقدر ما تفهمش شي كلمات فهمش كلمات ما فهمش المعنى المعنى تفهمت عايشين نفس الشيء اخي اخي ديالي من هنا غتفهمت راه الفيلم اللي كينعسوا في وقت ديال الخدمه الاطباء وكينعسوا فهمتي كتمشي كتلقاهم لاعبين كارطا وبنادم طايره له يد فهمتي كيضرب السفنج والله الا بالله واحد الفيلم مغربي سميتو الزيرو كيجي واحد البوليسي زعما وباه مريض فهمتي وكيدخل باه وكيلقى الفرملين كيلعبوا الكارطا يلعبوا الكارطا كيهز واحد الحديده كيقول راني غنحشي على امك في راسك غتنوض تخدم راه باه مريض سلم واحد هذا عور هذا اول حصه ديالك هذا عما واقع صباح الخير خويا مرحبا سيدي تفضل هوني الكابيني نتاع الدكتور سليمان الابيض هذاك يجي عنده غير من الجانب اي مرحبا بك هذه هي عياده سي سليمان الابيض ولا الفرملي نتاعو وخوه في الدنيا السبوعي نتشرف سي السبوع كي خرب الضحك عليك الناس تفضل تفضل اقعد ارتاح تفضل هذا مقبلي هذا جينا نمشي شوافة مش قبلك يا ذوبة ذوبة جاب خدك جنية العرافة اخي هوني طبيب ولا عرافة بجوز بجوز طبيب والعرافة قصبين من فضلك يا سيد احترم روحك مانيش كراكوز هوني بربي قولوا لي شو هفاك هذا من قبيلة ليه عاد هذا اسمه طاطي حقدر مانيش باش نراها المراه مش لازم نراها مدام وين ماشي شبيك شبيه قلنا نعطيك الغونديفو انيلي شنو اللي صار هادي مالها تهضر هكا هادي معصبه واخد الحال هادي واخد الامور بجديه الدراري عصبتني مالها معصبه شنو اللي صار جماعه اللي داخل عميني كراكوزو ما يعرفونيش انا شكون طلع لك فيهم شكون انت شكون هذا شي اقوى منك ها هذاك يخرب نعملو فيش نمشي عند مال طبيب نفساني بقى خرالو فيش انا فيش دكتور خرب الضحك يقول لك راه شي 1000 درهم كل باسيون نعملو له فيش باش وقت نثبت في حاجه نفيش نشوف نشوف الفيش فيش نشوف اي لا فيش شبيه تبعد عليا تبعد عليا الهبت يا اسبوع يطرا شنو هذا شو يا مدام جنات اش بيك داخل عليا هكا مرة بس ملي لاباس صح تتفيسكوا على الكليه الكليه اي تقولي جريتي لي على الكليه اي تحكوني لاباس شكون تفيسك عليها يالا الباسيون تاعي يحكي مع اسبوعي مش بدها حتى حد باسيون هذا باسيون هذا ملي دخلت هو يضحك عليا خويا سيد يا بابا كوميك قدامك ولا محبوله في سيبا شعري يا مدام جنات حسونه اللي صدقات بعقلك ولا بلد انا الدراري مازال كنقول له حسونه فهمتي راه غيبقى سميتو حسونه حسونه سال الله يرحمه مسكين وغيبقى سميتو حسونه حسونه راجل مريض راه مريض يظهر لي مشيت بالشطح نتاعو حتى نكمل الكونسلطاسيون نتاعي وتو نمشي للكابيني لدارك وتو نفسر لك انا واحد هو يغلط بضحكه اي نعم يلا ويعني يعني زيد ملي قال لي راجل عديك هو عديني ولا عديتك شو تعملتي هون؟ تياك يخرب الضحك تضيحك انت تضيحك نقولي المرأة داخل عليها في طمك الكونسلتاسيون دزتني ودخلت دزتك ودخلت هالقص الكل هذايا دزت ودخلت تبارك الله منو هكا أي واحد أي واحد يبدأ شكون ما تخليه يدخل لما تجي تقول لي ايو كي دزني ويدخل هاي تريد ربيع اتعلم القوى حل فضل سيدي ها عود سكر علي الباب من برا فهمتني وخلي مفتاح فوق منك وكاكا ما نجم يدخل حتى حد مخلطك اي خليه تاكوردو باه اي ستعليه ويخليه تسمى انساه
انسى الساروس ما يخليش حتى مرته تدخل عندك. خوك وحده؟ لا لا مع شكون؟ شكون؟ مراه؟ اي ابتي لا راجل ضحك. حاجتي بيه في كلمه. شبيه مسكر باب من داخل؟ اسمع ما تقوليش بحذاه هذيك اللي تجيه تزعبن عليه، شو اسمها هي؟ حنان مش هكا؟ تزعبن عليه. اي هكا. معناتها معاه من داخل. تخيل تكون ساكن حدا مرتك، تخدم حدا مرتك. خو تم ساعة ساعة. ما تصالحهاش، ما تصالحهاش الخدمة حدا مرتك، علاش؟ لا غسل كرسي هكا. خصك تحاول تخلي عندك هكا الشنطية كذا، مشكل. قد خلي صرت شي مغيارة. قلتي لا هكا اسمع. علاش ما تزوجهاش موضة؟ مع راجل. ما تزوجيش موضة ما تزوج بيه حاجة واحدة أخرى براي ما تزوجيش ناعم شي الموظف ما يتزوجوش كاع التجارة ديال النساء باش الباشا النساء أصعب كيفاش تزوج بيه كيفاش التجارة ديال النساء اللي كيبيع مع النساء كيبيع مع النساء فهمتي كيكون نسوانجي وما تزوجيش بكوافر ديال العيال ما تزوجيش بخدار كيبيع العيال ما تزوجيش انت كاع مالك علاش تزوج شبيه مسكر الباب من داخل مسيدي خويا مسكر بالداخل انا مسكر عليه بالبرا هو قال لي باش حتى حد ما يدخل عليه وقت الكونسيتاسيون كان انا برك تحب تقول له حاجه قول لي برا يمشي يقول له قالت لك المدام الشايعه عرفتو شنو هكا هذا النار ديال الضحك تهو ويزي من الضحك مانيش كلون قدامك تحرك بيت التصوير المفيد طبعا ما لازمك كيما تفهمنا تشوف اي دخل ما يخليه يا ودي مش فهمنا ما يدخل عليا حتى حد في الكونسلتاسيون انا سيدي خويا حاجه خاصه مستعجله حاجه خاصه مستعجله يا ودي خلاصك هاي مش مشكله دكتور نحس اني انا متحكم في روحي اذا حاجه مستعجله نستنى سامحنا تفضل سيدي شنو هي الحاجه المستعجله شو هي شو هي ضحك الاخر أمضح حكاية ورسي مضح طيب إيه قالت لك المدام شنو شاهي نعمل لك فطور هذا وقته هذه حاجة مستعجلة قول لها شاهي نخدم على روحي رايح وخرج علي اخرج عندك يا حرام شبيك تضحك؟ شو قال لي؟ قال لي تردني وقال لي مش وقت حطينا على شكون معامله تزبرت خويا سامحني انا شاي مدفونه مدفونه؟ شايشي كسكسي بالعصبان خير لا لا عاد كسكسي بالعصبان ما تقدوش وصعيب عليك وزيد طيبت امي جمع الفيت جابلين يابل انا ما يغلبني شيء وكانك انت شي حوايجه هاي كم ما يمتك تطيبها لك مجيرة تصدق الشك بتاعك في بلاستو قلبك طلع خبيرك الحكاية فيها مرأة ووه انت بساعدو زعما شكون إلا بغيتي تقلق المرأة قول لها هذه الجملة هذه إلا بغيتي تطرق لها فهمتي تنوض لها الأعصاب في المعدة ديالها قول لها راجلك راه كيعرف مرأة كيعرف شي مرأة أي قول لها بالضحك أنت تمشي تعرفها شكون تريس تريس عمرها 30 سنة يا ناري على روحي يا ناري على روحي 30 سنة قمة الجبل قال لك المرأة كتوصل قمة الجمال ديالها في الثلاثينات ويلي فهمتي تما كتوصل الطوب ديالها يعني كيعرف مرأة في الطوب ديالها فيك مرأة أخرى لا المجيرة هذه معناها أنت معناها ثقت بيه لا 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 هاي ما تشبهليش توا فهمت برشا حاجات ونا الكل غابني في الدار وسيتو يغرب في زمانه بربي يا لجنيت شنو انا قصدي اه كاينين رجال كيديروا هكا كيخدموا عيالات فهمتي لا اتفق كيما كنجيو من جهه ديال الرجال في بعض الامور خصنا نهضروا على هذه القضيه هذه احنا محايدين كتلقاه كيتزوجها كتكون زوينه وكذا حتى كتضرب معاه واحد اربع سنين ولا خمس سنين كيدبلها فهمتي ما كاين غدار كيدبلها بالعصبان راك عارف المليح ما كيخرجها ما كيشري لها حوايج ما كيتهلا فيها كتولي دايره بحال الدب كتولي دابله اصلا ودابله ايوا اوتوماتيكمون كيخرج يخونها انا ماشي رجال دونك هذا كيتعتبر ولد القاف رسميا ولد القافيه شنو قصدي
ريت معه يا وخيتي ريت. انا شوف مرة بحال هذه نخونا الواحد يب. ولكن واش صعب سيها كانت هكا شنو لابسه هذه ورا هو جلافط و ما لابسه الطلام راه خارجه دابا واش بغيتي تخرج عريان خارجه خارجه عند الشواف بالخير تبارك الله مبزع بحذيه وما يحمدش ربي قلت له الخير مبزع حداه شفت يا لجنات توا كفتت الحكاية إلا ما كبلو ساعدو إلا ما نمرمدو نشكي بيه إلا ما نمشي على الحصحة إش باش تقول للحاكم تقولو الكارتة شافتو ولا تهز الكوين يشهد معاك مالاش نعمل كوال حنا كنقولو له الكابا كابا توا نكمل نشوف لك في الكارتة ونقول لك إش تعمل طيب هريسة الهريسة ساعة سليمان يموت على الماكلة الموزوزة ساعات نحط بالمغرفة نتاع ماكلة هريسة كتشبه الماء سعد المجرد هذا المغرية كتشبه بزاف نزهر كراك نزهر كراك مش بحر حرام نزهر كراك هي ما كانت صغيرة باش كانت صغيرة هذا كانت صغيرة انا كي نزهر كراك يكبر من هذا كبر من هذا راه فراد الدراري سيروا قلبوا عليها مزهر ما كاين لا مونتاج لا ملاوي فهمتي بغيتي شي لعبه سير قلب عليه مزهر الكراكي طابيها مزهر الكراكي ام ساعة المجرد راه بالاخص في واحد الفيلم واحد السلسله مغربيه سميتها من دار لدار جايه كتجي زعما كيجيو عندها الخادمات كتكرفس على الخادمات كتهلا فيهم بلعصا فهمتي جايه بحال هذا الشكل كتشبه لها كتشبه لها هادي طويلة عليها شحال الهريسة هريسة هادي الهريسة دارت لهم كيلو ديال الهريسة كطيبو بالهريسة دخلتي على هاد اللعبة هادي مازال كاينة كتشحال سبوعي ما جا حد لا ما جا حد ملا راحة ملا نهار اليوم باش نقعد نرتاح بحدك شوية تفضل تفضل ساشا شرالك يا جنتلمان جنتلمان الدراري مرحبا مرحبا بعزوزتي عزوزتك مش قلت لك ما عادش تعيط لي عزوزتي اش بيك هكا تخليني نضرب بيك شويه يا اخي انا شكون عامل كيما ولي حطيت دي كان شويه كان يهبط كان غيفلت كان تحت في المأزق طايح في المأزق الدراري ويقيس جبل الهيمالايا توا تلم لي يشوفك حد تولي بيناتنا حكايه وش خص بيناتنا حكايه داكشي اللي بغاه هو وداكشي اللي بغاه زيني اسبوعي لو مانيش في صحني شنو زاد شفما سكينه توا سمعت اللي سي واسي مخرج من بحذا البيجي خساره ما عادش باش نصبح عليه تشكي عليه شبيب وقاري وحشيم صحالي اللي باش تحوزو ملا راحة عزوزتي تشبيك هكا تياني انا بحذاك و نبقو نموت عليك ايا انتي ظهور لي بديت تطلع لك السخانة خليني نمشي نشري الخبز قبل ما يوفى نارا دير راسك نارا ما تبقاش تشوف فيها هي هكا هما دايرين هكا فهمتي كربي صوبهم غادي مع الصعيب كيمشيو مع الصعيب ماشي عشرة على باش ترسيني نقابلك المنظر منظر اي كل ما نمشي يبدا يقول لي في حاجات ما نحبش نتذكره قداش يتلوثق محرش هذيك رجات لي عاوتاني تعرف شكون تحكيني تحكي لعم طارق الخباز المكمل تيلي امشي سلخو واحد من الصناعة نتاعو هاكا طويل وستيل وشعره أرتب كلا حرير درهم القصص صارته هو ما هوش خايب أما ياسر يقلق فيا يقلق فيا ونجي لازم تمشي تاخد الخبز كان من الكوش هذيك كيما هذيك أقرب وحدة نستخف بيها شنو توا يا أخي تعرفني أنا النجم نبعد لبعيد بيه طب نمشي أنا نجيب الخبز ومنه هكا الخبز نجيبه أنا من الكوش ليه عاد ليه انا ما نحبش نقلقك بالك شي عندك خدمه ولا حاجه هكذا ولا خدمه قدام عزوزتي لا لا تستغلوا الدراري ما كنحملش هاك كنتعصب هاك استغلال الضعف العقلاني للرجال كنمشي من كل شيء كنت
كنتاوي كنتاوي بالحق شو عرق عرق من صلات بعونا ذوب كنشوف الصورة كيتقمص الشخصية ديال المونجي المونجي دابا دول المونجي بعدا هو المونجي ديال هاد السلسلة يا وحيد انت هاك تعرف تقول كلمة حلوة لنسي ميلا كيف انت حبيت هكا خذ لي زوز باجيت واربعة فنكوش كيف تجي تقطق الباب بشوية طيب نخرج لك تهو نعطيك حاجة باهية أصبوك سوستي شوية بوس خذ لي زوز باجيت واربعة فنكوش زوز فنكوش اربعة مشاك يجري غاب بوسة مشاك يا طيب شو شو شوش حال هذه كانت الحياة سهلة الدري كانت البوسة عيب وفهمتي والوينة ما دابا ولا دابا هذه كتشوفها في السنقة في الشارع دابا ولات شابكة الدراري ضحكت عليه راجلك مسحور يضهدص ما وفهم شيء وحدة سحارة ومحارة سحرته هذيك تلقاها من عرافة لعرافة عطى لها قلب شي الهضره كتعاير هاد الدراري بلا ما تحس بلا ما تشعر متني لبس عليه وانا مدلدتو دوس هاي لالا نهنيك الحكايه مش باش تطاول برشا زعما جوج عمايل باش بيني نخرب مادام الكارطه قالت معلي تصحيح باش يفيق على روحه بعد جمعتين شكون صح راجلك يلعب ديما مع هالكارطه صاحب راجلي ما يكون كان لسعد صاحبه هذاك هو اللي باش يرجع له شهد عقل واه ما تقوليش لسعد في علمه ميلا مرت وراي في بيلها وحده قلقاله راهو فوحت الحكايه ولي 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 توا نمشي الا ما نشوملها النهار اجي فين غادي تمشي عند ماسو خليني نمشي مازال فيها قعاد قالت لك اقعد الكارطه قالت لك اقعد كسر غير بالكارطة الكارطة هي اللي كسرت هي اللي حاكمة ميامي سافانا الحمد لله شنو هو الفطور اليوم؟ كيكة ما نعرفش بنيتي أمك هي اللي طيبة تسألها يا شو سمعت امها طيبة دارتها عرفت الحالة ما كتعجبش يا البطا حزنت حزنت لا 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 عرفت راسها تاكل في الزنقة لاباس المكتب اليوم لاباس ماما ما لقيتش عندك 2000 علاش قلت نخطف روحي ناخذ ساندويتش ما فماش ساندويتش الفطور في الدار وانت ماشي تاكل من الشارع ايش جات جدتها تقول لها عطيني 1000 حزنت تقول لها نوضي من تما ما تقوليش انت زاده شاكه في تطيبي انت بربي ماما ليك برشا مطيبتنيش حتى كي مشيت ميامي بحدها اختها جبت عشي من عند تخيتها هكا ماكم تشموا في ريحه الشياط شياط حرقات الماء راه قلتها لكم الشباب قلت لكم الماكله غتحرق انا ما شميت شيء اي بالعاني لعني عليها يا وحيده ديما بعمايلك طلعت ليينا يا مهبه طلعت ليينا طلعت اسمع زيدنا اكد لك مره اخرى اللي حالتك راهي ماهيش صعيبه ان شاء الله في اقرب وقت نوجدوا الحل هاي تفضل سيدي صافي زدر بالي صافي انا عامل عليك ها ما غير قاش ها حقا سامحني نسيت الباب مسكر من برا ما كيتسمع يا اسبوعي ما غير اسبوعي هاي حل حل شاجي بالباقر مشكلتهم البيبان الكابيتونية هذوما كيدق عليهم ولا تتكلم اللي من غادي ما يسمع شيء يا اسبوعي حل يا اسبوعي التليفون اسبوعي مشى يجيب الباقي ولكن علاش الدوره هذه اللفه والدوار علاش ما يسدش هو من الداخل ويبقى عنده السيرفس لا هو ما فكرش فيها زعما عطيه السيرفس سد دبل السيرفس هاي طلب القى مشى يجيب الباقي او يجي يضحك يجي يضحك والو مشى بيرو هاوي وين عنده باش يمشي؟ تو هكا حصرنا هوني؟ لا لا هذاك ما عنده وين يمشي، تلقاه قدام البيرو والا قاعد يتطلفح في الكلوار. زيد نشوف.
روحي حل الباب. طر على طبيب كي داير طر يا سمية يا هم اواش تد مستر بن غيضحك ولا نخدم لها الكل طاح في الماء سوي عجة اش كي داير ما تعطيك سهل اي تريح زعما ولي 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 دوش بيها شاكوش دريحة ما غيتباش الدراري انا متاكد ما غيتباش ما ياخذ تاهاش هذيك الموسى ما ياخذ شو المشي بحال واحد صاحبي بارك كيمشي هكا كيشبه له اصلا بشوية تحب الجيران يثقوا بينا هيا ادخل ما فما حد يلا شدوهم بالكمشة يلا بوسي ايه سكر عيني وليش ايش عطاك تصرفات ايه تسد عليه الباب بواه بوس الباب صرصر انت هكا ملعبتني حق الخبز تعبط كده حق عليه لا الخراج باب يا اسمع عندي كلمة ليه راو شبين موز منبوس ها ما تقوليش خبزتك عزة شكون قالك انا مين بزني عدرا ملا شبي وجهك كي احمر وعرقان ليش جاي ماني مشيت جبت الخبز لخاطر جنيت ورجعت نجري باش ناخذ بونو باش ناخذ بونو وانتي وين ماشي هكا وقت الدور جوستومون جيتك لي كنت قلت لك امي يامي جبنا اربع باقيات خاطر امي طيبة مرمز يبقبق باللي دامت وانا باش ترزيني نبقبق في العرق لا 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 برا وحدك امان طوطو ترضاني هنا بني صغيرة نشوق لك ايس وحدي نشد الصف الكوشة امان طوطو سيب دي سيب بيبي طب نمشي هنا بقى خلا اخوه اخوه مازال كي مع التكاوي يستنى اسمعي وينك اسمعي اسمعي اسكت انت يا هيا تسكت مكانش تعال الصبع عليك اسمعي اضحك يا بابا اضحك اضحك صح عليك كيف رابط واحكي مسبوعي بالتصديق البخري متاعه نجمو نقعدو محصورين حتى الغدوة الصباح هوني ها وي اش قال الدكتور شو باش ترسيني محصور كفار الغدوة الصباح اي نعم ممكن ياسر نعم الدكتور شوف لي حل شوف لي حل الحمد لله عليك كي سكت انت والكريز متاع الضحك متاعك يظل بدات تتنحى عليها عين صافي طيب راه بسبب اسبوعي وعاملك كيشاف المرضى اسبوعي هو مرض هو فراها شتسو لا كريز يا دكتور يا دكتور حس لي حاجه غريبة حاجة عمري ما حسيت بها قبل سخنة فلا بيت حل الشباك اش بيك زاد حل الشباك شباك اين صح لا 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 كلمي بو كلمي بو كلمي بو حسي روحي تخلق كلمي بو كلمي بو غفلك يا ودي ما رحملش الحس باب مسكر عليا يا ودي يا ودي يا سيدي انت سيدي ها ولي 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 غيموت مات لكن هاو طلعت لوستروفوب زادا ربي فضلك ربي فضلك يا لجنيت لله ان شاء الله قضيتك مقضية ان شاء الله ان شاء الله يا ربي قل لي اسميك ربي عزة هذي اللي عزة يا عزة يا عيشك يا ربي فضلك
عطاتها دريهم دينار. هذه هي المعنى الحقيقي ديالها. اجي تاخذ البوربوار. اجي تاخذ البوربوار. هاك قال البوربوار. شد رفقك عطاه درهم. 10 دراهم 10 دراهم ديال البوربوار. انا صار 4 دراهم. قل لي انت مخبه؟ لي هاني نستنى في ولد الحلي. واه يا اخي الا جنات ما شافت لكش. شافت لي يا اخي ما شافت شيء. يا خايتي انت مازلت صغيره. يا خدي هادي ميساج عميقه الدراري. الشيخ ما شافت شيء. هادي عميقه الدراري وخصني نحبس عندها فهمتي. دابا زعما بنتها وما شافت ليه بقات غتشوف له برا. هي بنتها ولا خدامه بنتها؟ اسمع كلامي ما تزربش كيفي وتخبن شبابك مع واحد ما يستهلكش. خذني الحم وخليني عظم. بصح هاد اللعيبات هادو واش نشوف مازال الحم. انا عظم اللي خلى الشريف. الشريف لا بصح كاين شي بنات كيتزوجوا غير باش يتزوجوا. كيوصلوا لواحد السن ديال زعما بين 25 و 30 عام كيبغيو يتزوجوا غير باش يتسموا. اللي كيتزوجوا قل صغار. وكاين اللي كيتزوجوا دابا قل باش تسمى مزوج. باش تسمى راه واو دارت لنا انجاز عميق في الحياه. كيتطلقوا بعد عام عامين. شاد الشيء هذا وليتو فيه؟ شنو هاد الحالة وليتو فيها؟ الواليد يفيقوا شوية شاد الحالة؟ شنو هاد الحالة ولينا فيها؟ كل كي تزوجه ومشي دير ستوري احنا مزوج الزواج راه ماشي هو ستوريات وذكرين الزاس وذكشي انستغرام الزواج وش حنا غنبس ونفسركم الزواج ما تزوجين شوية نفسركم الزواج. ولكن عارفين فاهمين الحمد لله فاهم حيت الزواج قبل ما يكون هذاك الشيء ديال السكسيولوجي والفراش وذاك الشيء خصو يكون تفاهم مسؤولية خصو يكون مسؤولية تنازلات احترام فهمتي حب ضروري الحب شطيح طياب ضروري فهمتي هادو وعاوتاني الراجل يكون كيتهلا في مرته وهي غادا الحالة باش تعطيونا أسرة جميلة ماشي انتيا باغا غادوري ولي هو باغي غاليل مشكلة كتوليو بحال في دار الدعارة ماشي في زوجة. يقول لك كنت كنا وراء حشني وذبلت. ايه عاد انا اش قتلك؟ الا جنيت قتلي برشا حاجات زعما يطلعوا صحاح. قول ان شاء الله. ثم حاجات ان شاء الله. بغيت نوقف ونهضر على واحد البلان. واحد الصحافي مغربي هو سميتو هشام مسرى مالو قال لهم تزوجت بمرتي ماشي عن حب. ما قالكش الحب جا من بعد. قال لهم ماشي ما كانش كيعرفها ولا ما كانش كيعرفها ولكن ما كانش كيبغيها ما كانش كيتبغى ما كانش الحب بهذا المفهوم ولكن كان التفاهم فهمتي. دونك اول حاجه ركز عليها شنو هي التفاهم. قال لهم من بعد جا الحب حيت اوتوماتيكمون فاش كيكون التفاهم كيجي الحب راه غتبغيه ولا غيبغيك تصيف عليكم لان كاين تفاهم. ماشي نتوما واحد كيشرق وواحد كيهضر في الغرب والاخر كيهضر ماشي ما خصهمش يدخلوا في التحديات. قال لهم شنو قال لهم. انا جلست انا وداك السيده بقينا كنتلاقاو وجلسوا جلسه محترمه ماشي داكشي كنتفاهموا كيفاش كتفكري انت كيفاش كنفكر انا بزاف الامور فهمتي. لقاو راسهم بانهم متفاهمين صافي فاش تزوجوا كتجيهم الحياه ساهله حيت متفاهمين على داك الامور. دونك من بعد جا الحب وعاشوا في سلام ومشات خفيفه بعد غدا يطلق. لا 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 يسهل عليه ولا يسهل على كل واحد يعني كثر ما تشوف. ثم حاجات ان شاء الله لي اسمع ثم نسمع كلمه من جنيت. هاي اللي يسمع كلمه من جنيت قدره ربي مكتوبه في الثنيه ولاش بيني نخلو زينه يا اخي ماك معرس انت. قل لي نرجع لها نمشي نزيد نثبت. نعرف المراه طولت عليها زعما تقلق مني يا وخايتي وانتي زعما وقتاش تنحي كلمه زعما. اوه يا طفله شبيك تكلم هكا يا اخي عرفتك في بالها في بالها وهي اللي موصيتني مش عرفتها ولا مغير خدامه عندها ما عرفتش. اولش الهضره مع الكليوني وتوا زعما وشو قايت مروحك مدام ان شاء الله نشوفوك بخير. كلام ما هو خدامه معاك جرات يلا علي. خرجي ايه الضرب عليك مكياف الشلبية مكياف. اوه يا نانا شفيعة منهم الكليونات اللي كيما لها نانا قيلة جداتها اش من جداتها سانتا راكي زدتي فيها صاحبي تكون خدامة معاها وجعت لك راسك. اسمع تحبش نجيب لك تفطر الشكشوكة حضرت بنينة تهب معينيش تو ترجع فيك الروح يا ذنوبي المرارة وبتلي دمي وهي حبت تقرقش
هو من رجلها هيجش من الدار تحمد ربي اللي ما عطاش على سقي فرد مره. تحب نقول لك فما رجال معذورين شفاعي يا محمد. اي نالا عاد انت لقيت لهيش الحل باش ما عادش ترجع لك. اسمع كان هم كليونات قولهم يرجعوا بعد الفطور حتى مخي يركح شويه. بيه نالا اياك تشرب انتي وقت فطور توا سكرنا ادخل عني. قدامي يا مدام عجبك شي توا؟ الا جنيت عاوتاني زعما كنت تشوف لي بالفنجان مش خير يا يا والله نهار اسقح نهار مسحوق لا يزي الا جنات مصيب عليا الكليونات نتاعها دخلوا لي في خناقتي وزيد سيدي خويا هذايا مخلي عليا الباب مسكر من برا رصت لي محصور كيف فار انا والراجل. والله يا سيدي غصتك كلمة في بالك يا سيدي اللي الراجل طلع كلوستروفوب ولا شنو هو؟ شنو هو؟ خليقة ولا صنيعة هذه؟ معناها ما يحملش الحسرة مش هكا بابا؟ اي نعم يا اللي ما يحملش الحسرة افكتيفمون الراجل لخلخ وطاح يتسكك في القاعة حتى حق الكونسلتاسيون ما نجمش نطلب عليه. والله يا سيدي مش ما كيجي تكليا النهار جاه كليا ما خداش منه الفلوس طيح كلمه ما خرجتش منه الفلوس وربي ما زلت رفيق بيك تخلي صلاه وحدها وتمشي الا من وراك. ربي يقول لي وين تمشي تسكسك عام تمشي ترقد في الاستوديو بتاعك ولا تحلق مع سيد باجي مدريكس باجي مدريكس كان حاجه تاع كلشكم بعد تجيب الخبز قول قول في كنت تسكسك فيتش من بلاده بس فاش قاعدين توجهوا انتوا ما فيش حد واحد هاي خليني لهي في عمي هذا ممثل واحد تسوى بس سيبت تعرفني ما نحبش في اولادي وبلاخص في الاسبوع اسبوع هذاك الكل مدلق مدلق هاي 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 وجدت لنا غدا هاي يجي بدري ساعة اخرى يقعد في طراي هاي او ما غايجي تذاك الماكلة شو هاي يا سيدي هاي يا سيدي دخل الزردة دخل الزردة درب حاله شو هاي يا سيدي هاي يا سيدي حتى حد ما يقربني في الطاولة تحب لفت روحتي لا 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 تبع تغالي يا عمي بجاه ربي مانيش نقصد فيك انتي بربي يا عمي هيك القهوة مو مرسى هيك البيمو هيك البيمو هو ياخد ساندويتش هو يجي ما تعجبوش الماكل هريسة مالحة مال بنينة بنين ها في هذه اللحظة خصك تقول بنين بنين صحة في هذه اللحظة خصك تقول بنين وبزاف حيت راه دارت افور وطيبات لك كيحل عينين كلا لا كان بحال هكا ما كاينش كيفاش انا مرات نجي على الصريح حار سليمان درت له جوج كيلو ديال الهريس تهنيدو توا هاكا غششتو حتى شرق شرق حنا كنقولو شهق راك انت اللي شرقتيه شرقتيه بالهريس غربتيه انت وشرقتيه. الشبيبه ضحكنا معكم وصلنا للفان ديال الحلقه ما تنساوش لي لايك لايكات تفرجوا لها تكونوا استمتعتوا معنا تهلاونا في راسكم بيس.